السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا ان شاء الله كلكم بخير. النهارده ان شاء الله هنضف معاكم الحمام اللي هو التنظيف الاسبوعي ده. بنضفه دايما كل اسبوع الحمام بنفس الشكل والطريقه اللي انا هوريها لكم النهارده، إيه عشان كل يوم بيبقى معايا الحمام نظيف، مش بيحتاج معايا وقت خالص في تنظيفه. بس قبل ما تبداوا معايا الفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك، ولو انت اول مره تشوفوا قناتنا يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو احنا بننزله يوصل لكم. اول حاجه بقوم بعملها، يعني بروح شايله الستاره، وبعدين بعمل بقى بالبخاخ اللي انا حاطه فيه الكلور، كنت قلت لكم قبل كده عنه. ده جميل جدا، بيخلي عندك الحمام يعني لونه حلو قوي ابيض، واي حاجه بقى ما بين الفواصل بتاعه السيراميك بيفتحوا جدا. ممكن تعملي الموضوع ده بالليل قبل ما تنامي، او الصبح اول ما تقومي يعني، وتقعدي فتره مثلا زي ساعه كده، يكون ما شاء الله الكلور نظف المكان كويس ونظف السيراميك. بعد كده رحت على طول عملت اللي هو السلات، غسلت السلات. اي سلة موجودة عندي حاسة ليها مش نظيفة بغسلها، وفي سلات ببقى غسلها عادي في يعني قبل كده في من ضمن اللي هو التنظيف اليومي يعني، فما بغسلهاش. السلات اللي بتحتاج تتغسل بغسلها. فانا هنا طبعا هغسل السلة، وهغسل السلة اللي انا بحط فيها الشامبوهات والحاجات دي. وطبعا قبل ما ابدا لازم بلبس الجوانتي، يعني خدوا بالكم لان الكلور طبعا مش كويس خالص، بينشف الايد. هنا الجردل ده انا كنت بستخدمه لان كانت الميه قطعه، وعلى طول بملاه ميه، على طول بملاه ميه، بغسله بملاه ميه، بحطه في المنور ده دايما عشان ساعات الميه بتقطع، في ما بيقولوش يعني الميه هتقطع ولا اي حاجه، ولا بيكونوا عاملين منبهينا قبلها، فطبعا لازم يكون في ميه موجوده في البيت. فده بروح ملياه وسايباه على طول في المنور، لما اكون بحتاجه بروح بقى مطلعه. هنا بقى هغسل اللي هي الحاجات، اي حاجات بلاستيك عندي في الحمام بغسلها كويس قوي. دي الفرشة اللي انا بغسل بيها التويلت، برضو بغسلها، هي نظيفة بس طبعا انا كل اسبوع بغسلها، فبتبقى على طول نظيفة ما بتتجمعش عليها اي حاجة. وهنا برضو السلاكة بتاعت البلاعات ديت جميلة جدا وبتنفع قوي، برضو بغسلها. هنا ده جردل كده صغير فيه مية، بحطه جنب التويلت على طول، عشان طبعا المية لو قطعت في اي وقت وفي حد موجود في الحمام يعني يستخدمه على طول، غير اللي انا وريتها لكم الكبيرة دي بحطها في المنور. هنا خلاص خلصت السلة وسبتها لحد ما جفت، وبعدين هحط بقى فيها الحاجة الشامبو والشاور والحاجات اللي انا بستخدمها، وبعدين هحطها في هطلعها بره. يعني انا بطلع الحاجات دي كلها بره، بفضي الحمام خالص عشان وانا بغسله ما يبقاش فيه اي حاجة. يعني هنا هبدأ اللي انا اغسل المراية، واغسل بقى الحوض بالتويلت بالبانيو كويس قوي، بغسله دايما باللي هي السلك اللي هو الناعم ده، بينضفه جدا وما شاء الله بيخليه حلو قوي، وطبعا بالليفه برضو اللي هي البلاستيك. فانا هغسله كويس، وهغسل برضو الحيطان اللي انا بقدر اللي انا الحقها، يعني بقدر اللي انا اقدر اللي انا اغسلها، بغسلها بالسلك كويس قوي. طبعا هنا برضو الحنفيه والحوض بغسله بقى من كله بقى، من كل الجهات بغسله من تحت، لان طبعا من تحت بيبقى مش نظيف، فدايما تغسليه هتلاقيه ما شاء الله على طول معاكي، مش مجمع اي اتربة ولا اي حاجة، وعلى طول نظيف. من هنا بغسله كويس، وبرده من تحت، يعني خدوا بالكم جدا من الموضوع ده، لازم يتغسل الحوض من تحت كده عشان يبقى نظيف يعني طول الوقت معاكي. خلاص كده انا غسلته، يعني هي هغسله بقى بالمية، انا غسلته بالصابون، يعني هغسله بقى بالمية كده اللي هو الدش، بشيل اللي هي الايد بتاعت الدش وبعدين بعمل بيها. ولو ما عندكيش اللي هو موضوع دوش، انت تقدري تشيلي الايد منها، ممكن باي دورق باي حاجه عندك بتروحي عامله شاطفه بيه يعني المكان. هنا الجردل بتاع الشرشوبه برضو هغسله، وبغسله برضو كده بالميه بكل سهوله. يعني
لما بغسل بنضف بقى الحمام اللي هو التنظيف اللي هو بتاع الاسبوع ده، ما شاء الله بفضل بقى كل يوم يدوب بس بغسل اللي هي التويليت، بغسل الحوض وخلاص، وطبعا الارض بقى بجففها وخلاص، لكن بتبقى الدنيا نظيفة عندي طول الوقت. هنا برضو هغسل الحيطان، بغسل الحيطان بس مش من فوق قوي، يعني يدوب كده اللي ايدي تلحقها يعني وخلاص، وبغسلها كويس ونضفها. اغسل بقى البانيو برضو، البانيو من هنا برضو. كانت في واحدة سألتني على السيراميك بتاع الحمام والسيراميك بتاع البانيو. انا السيراميك بتاع البانيو ده انا كان في واحد اللي هو الغفير، كنا اول ما جينا خالص بيبقى فيه غفير كده يعني بيحرس المكان، فاحنا قلنا له، فقال احنا انا عندي كراتين كتير يعني، فاخدنا منه كرتونة. طبعا انا كنت عايزة اعمل ارض بلون فاتح، فروحت بقى اشتريت انا، لان انا كنت محتاجة ان انا اشتري من بره عشان عايزة لون فاتح، ما كانش عندهم الا اللون طبعا اللي هما بيستخدموه بس. فجبت من بره، دورت بقى في كام محل بصراحة، لان ما كنتش لاقية برضو اللي هو اللي فيه الرصاصي ده، كنت عايزة لون فاتح زي يعني ابيض، وكمان فيه لون رصاصي بسيط كده. فالحمد لله دورت كتير ولقيته يعني. بس انا المفروض كان اللي هو حوالين البانيو ده ما كنتش اعمله باللون ده، بس يعني اللي طلب مننا السيراميك طلب كمية صغيرة فما كفتش، فطبعا اضطريت ان انا استخدم الكرتونة اللي انا كنت جبتها. لكن لما تعمليه كله بنفس لون الارض بيبقى احسن. خلاص خلصت كده البانيو وخلصت التويلت وغسلته وشطفتهم كويس قوي. هنا برضو الشباك بغسله كويس قوي من بره ومن جوه. بقماشة مبلولة كده ما شاء الله بتنضفه جدا. هنا بقى الأرض بالمقشة، وبغسلها بالمقشة ما شاء الله بتنضف معايا كويس قوي يعني. وطبعا حاطة في الأرض ديتول، وحاطة مسحوق اللي هو طبعا المسحوق العادي، وحاطة دوني. خلاص بشطب بقى كده الأرض بالمية ما شاء الله، المقشه بتنضفه كويس قوي. خلاص كده بسحب بقى الميه وبنزلها الاول بالمقشه، وبعدين بعملها بال المساحه. كانت في واحده قالت لي ما تستخدميش الشرشوبه في الحمام، فانا بصراحه مش عارفه ايه الفكره يعني، ف لو هي سمعت بقى الفيديو كده يا ريت تقول لي ليه يعني ما استخدمش الشرشوبه، مع ان الشرشوبه كويسه جدا يعني وبتنضف كويس. هنا اللي عندي الباب، هو الباب نظيف عندي جدا، بس يا دوب بس حاجات بسيطة قوي، بروح عاملاها برضو بقماشة مبلولة كده وخلاص، وبمسحها بمسحه كويس يعني. طول ما انت بتلاقي اي حاجة مش نظيفة عندك بتنضفيها وبتمسحيها، ما شاء الله بتبقى الدنيا عندك نظيفة طول الوقت. هنا برضو الديسبنسر بتاع المناديل همسحه، بمسحه بمناديل، وهمسح برضو اللي هو المنظم، لان وانا بعمل بغسل بالدش فجاب عليه ميه، طرطش عليه ميه، وطبعا بمسحه دايما يعني طول اللي هو الاسبوعي ده، لما اكون بنظف اللي هو التنظيف الاسبوعي لازم بمسحه. هو نظيف ما فيهوش حاجه يعني، يا دوب بس بمسحه مسحه بسيطه قوي بالمنديل كده، بينضف وبيبقى كويس قوي. خلاص كده رجع بقى الحاجه تاني مكانها، احط بقى المناديل. الناس اللي سألتنا على الديسبنسر بتاع المناديل او بتاع الصابون، انا قلت قبل كده كام مرة انا جايباه يا جماعة من المرشدي. الديسبنسر بتاع المناديل ما جبتوش من المرشدي، كنت جايباه جوزي كان جايبه لي، لكن الديسبنسر بتاع الصابون جبته من المرشدي ولقيت زيه بالظبط في اللي هو بتاع المناديل. كان بتاع الصابون كان ب 150 تقريبا، وبتاع المناديل كان ب200 وشويه. خلاص كده انا خلصت، حطيت المناديل وحطيت الصابون والسله، حطيت فيها الكيس بتاعها، وهنا بحط الفوط. خلاص كده الفوط نظمتها. هحط برضو المناديل، طبعا بحط دايما مناديل عشان لما بتخلص وفي حد في الحمام فعلى طول يروح مستخدم اللي موجود، والفوط برضو بسيبها.
هنا هحط بقى الستارة وافردها عشان لو فيها مبلولة او اي حاجة. يعني خدوا بالكم الستارة لازم تفردوها دايما طول الوقت عشان لما تكون مبلولة تنشف معاكي طبعا، وتفتحي الشباك عشان الدنيا تبقى معاكي مهوية وكويسة. خلاص انا كده خلصت الحمام، ما خدش مني وقت خالص. يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. مع السلامة، باي باي.